احنا مش مستباحين بالمنظر ده. كفاية بقى كورة رايحة سلة رايحة الدنيا كلها عندنا. طب ايه تاني نتنازل عن ايه؟ نتنازل عن التيشيرت؟ نتنازل عن التشجيع؟ عايزين صوت قوي يدافع عن النادي ده. ادونا امان، حسونا ان احنا ضغط، وحلوا مشاكلكم كمان من جوه. اخبار النادي طالعه، الصفقات معروفه، اللي هيرحلوا معروفين، هندفع كام لمين معروف، مين ماشي معروف. الدنيا بتخبط فينا جوه وبره، جوه وبره، عاملين زي ما نكون بنشقط شمال ويمين. واحنا يعني ايه مش متشافين خالص؟ حرام اللي بيحصل في جمهور الزمالك ده، والله العظيم حرام. انا كمشجع زملكاوي يحصل لي كده؟ دي كوره يا جدعان ولا رياضه؟ دي رياضه. ايه المتعه ان انت تكسب حد من غير اخلاق؟ لكن ايه الجميل يعني اللي انت تساعد منافس؟ ولا ايه الجمال في كده؟ ايه الجمال في كده؟ تكسب حد هو ما يستحقش المكسب؟ كفايه يا جماعه، شوفوا لنا حلول بقى. عايزين حلول واقعيه. الناس كلها بتقول في ايه، واحنا هنسال مين؟ نسال الهوا؟ ما احنا عايزين حد يجاوبنا، عايزين حد يفهمنا. يعني هي الرياضه تبقى في اتجاه واحد؟ الاهلي وخلاص؟ الاهلي وخلاص وانتهت؟ هتقفلوا الباب على كده؟ ايه الزمالك ماله يعني؟ ماله يا ريحته وحشه؟ وليه طول الوقت كده مهمشين؟ قولوا لنا ايه ده؟ في ايه؟ سله مظلومين، كوره مظلومين، اخبارنا من النادي بتطلع، الدنيا بايظه، مفيش استقرار، حل مجالس، المجلس المنتخب كان ماشي كويس مشي، والدنيا بايظه. ايه يا جماعه؟ كله ضرب 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 ضرب. فقدت الثقه، يعني ابطل تشجيع الزمالك خلاص؟ اريح نفسي يعني؟ والمصحف ما اعرف. بنحب النادي يعني، دي ضريبه، بنحبه، بنعشق تراب الزمالك. زي ما الاهلاويه بيحبوا الاهلي. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ جريمه؟ ما تدونا انصاف، خلونا زينا زي المنافسين في الحق وفي العداله وفي كل حاجه. سوونا ببعض واستمتعوا بجد. الرياضه الافضل يكسب، الافضل يكسب. ايه هو الزمالكاوي ده؟ ايه ايه يعني؟ ايه ماله الزمالكاوي دوت؟ عباره عن ايه؟ شخشيخه؟